لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. دير جيست أنا بقول لها تانك يو، تكريم جميل أحبه لأنه في مصر، تكريم في مصر عندي له كده معنى تاني وحب تاني، فشكرا وشكرا لكم كمان، أهلا وسهلا فيكم. تاني الحفل بقى حفلين النهاردة بوجودك. الله يخليك، ده من ذوقك، الله يخليك. أكتر حاجة بتحبها في مصر إيه وبتبقى فرحان وأنت جاي أصلا؟ بحب الناس اللي في مصر، مصر بناسها وطيبتها وشعبها الطيب. أنا بقول لحبيبة وطول العمر حبيبة وأصيلة وقبل الكل أصيلة، يا مصر ايام الدنيا ما كانش قبلك دنيا يا مصر. بص وضع الشفتين في قلق شويه، انت حابب تواجه ايه؟ انا بضحك لكن قلبي بيبكي، كل لبنانيين اكيد النهارده احنا في اصعب وقت شفناه في حياتنا في لبنان. ادعوا لنا كلكم لان الوضع صعب جدا. طبعا بقول له مبروك جورج، يستاهل اكتر من كده بكتير. ان شاء الله الحكومه تقدر تخفف وجع الناس وتشيل عنهم، لكن بدي وجه تحية لكل الشعب العربي اللي واقف معنا، وخاصة مصر وشعب مصر وقائد مصر السيسي. تحياتي من كل قلبي. مش مشكلة، يقولوا اللي يقولوا، مش مشكلة عندي أنا.